ابو هاني انا مالي مصدق ابدا انك بدك تتركنا، يعني لولا هالقرار يلي قدامي هون على الطاوله بانفكاكك عن الشغل ما كنت صدقت على الاطلاق. ولك يا زلمه عشرة عمر نحن وياك. لك يا سيدي هي حال الدنيا، يعني كل شيء له اخره وما في شيء بدون، وعلى قولة المثل كل حال يزول وكل موظف معزول، ولو دامت لانسان كانت دامت لهذا كسرى انو شروان. هلا قل لي كم سنة صار لك عنا هون بالشغل؟ 40 سنة. عم تحكي جد؟ ايه شو مفكر لكان انت؟ معقولة؟ يعني انت موظف قبل ما اولد انا؟ فظاع على هالزمن. فعلا هذا اسمه زمن العجائب، لانه حضرتك بخمس سنين نطيت وصرت مدير عام، وانا صار لي عم اكدح 40 سنة وعم اخدم الناس ولساتني مكانك راوح. مع انه عدم المؤاخذة يعني مرتبتي الوظيفية اعلى من مرتبتك. ايه بس انا ما قصرت بحقك، قسما بالله طلبت لك اكثر من مرة مكافأة محرزة، لكن للأسف كان الكتاب يرجع دائما مع عدم الموافقة لعدم وجود مخصصات. ايه طبعا، لانه لامثالي ما في مخصصات، بس لامثالكم وعدم المؤاخذة مرة تانية في مخصصات بيلتقى يعني. على كل حال يكتر خيرك وخيرهم، انا ما بدي مكافآت، انا عم اقوم بواجبي، ولقمة الحلال لك بتصل اطيب وانضف، وعدم المؤاخذة مرة ثالثة. لا 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 ولا يهمك، معك حق، بس انا جاي على بالي هلا كرمك ولو بكاسة شاي وجاتوي. يا ابو رامز، ابو رامز مور استاذ. الله يرضى عليك، هلا بتنط مثل الطير الطاير، بتسناول لي كم قطعه جاتو وبتغلي لي ابريق شاي بتجيب لي اياه لهون، بدنا نكرم الاستاذ لانه. لا ابو رامز ما بدي شيء، ما بدي شيء، لا تعب حالك، لا تعب حالك. ما بصير هيك يا ابو هاني، مشان سمعت المديريه. بس بدي اطلب منك خدمه. بعرف، مشان راتبك التقاعدي. لا لا مو مشان راتبي التقاعدي، لانه بعد 40 سنة خدمة ولما صرت عاطل عن العمل وتقديرا لجهودي وامتنانا من الدولة لخدماتي رح اقبض شهريا 2500 ليرة. شو بدي احسن من هيك يا عمي؟ يعني لو صحت لجدي كان هرب من وش عزرائيل وما سلموا حاله موجودا ومات. لكان شو هي الخدمة يا ابو هاني؟ لا تخاف، شغلتي بسيطة كتير. قلي شو هي؟ ها ها، هذا يا سيدي أنا تارك بغرفتي، قصدي بالغرفة اللي كانت غرفتي، شقفتين زريعة عزيزات علي كتير، وبدي من أبو رامز يدير باله عليهم، يعني يسقيهم كل فترة وفترة لحتى ما يدبلوا. أي من ناحية، من ناحية تانية حتى تتذكروني بالخير. هي هي القصة، تكرم عيونك. ولو صدقني رح اجيبهم لعندي لهون على الغرفة حتى اعتني فيهم بنفسي كرمال خاطرك. يا ابو رامز هلا بتروح على غرفة الاستاذ ابو هاني اللي صايد غرفة الاستاذ عباس، وبتجيب شقفتين زريعة وبتحطهم عندي هون جنبي. وبركي ما رضي يعطيني اياهم الاستاذ عباس. شو هالحكي؟ بده يعطيك اياهم خصم عن راسه. قال له هدول طالبهم المدير العام شخصيا. شو من هلا بده يبلش يشفط؟ حاضر استاذ. مع انه بيني وبينك انا ما بحب الزريعه الخضراء ابو هاني، انا بحب شقفه البلاستيك. اسالني ليش؟ ليش بقى دام فضلك؟ اخي الزريعه البلاستيك لا بدها سقايه ولا بدها سماد، ولا قربها من الضوء ولا بعدها عن الشمس، ولا بتلحق الحشرات ولا بتدبل. بجوز بس هي ما فيها روح. شلون يعني؟ يعني لا بتكبر ولا بتعطش ولا إلها ريحة ولا بتحاكيك ولا بتحاكيها. الله يسامحك يا أبو هاني، هلا من كل عقلك عم تحكي هالحكي. إيش هي بني آدم؟ هاي زريعة سيدي، وين أمرتهم حطهم؟ حطهم هون جنبي. لا لا شو يحطهم هون؟ بيصفروا هون وبيموتوا. لك وين نحطهم؟ هنيك جنب الشباك حتى يشوفوا نور وهواء. النكتة إنه ما عندي غير هالمحل، شوفت عينك. إيه لكان حطهم محل شقف البلاستيك. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت أبو هاني؟ الزريعة هاي إجتني هدية من الوزير ولازم أصمتها جنبي هون على طول. إيه والله ما حركها من مكانها لينخرب بيتي. مثل ما بدك، السلام عليكم. وين أبو هاني؟ شو السلام عليكم؟ وين رايح؟ لوين يعني؟ على البيت، كفاها الله، عوفيت.
والاحتفال اللي عاملينه مشانك. ايه سيدي احتفل لحالك مع شقف البلاستيك تبعك. ام هاني؟ ام هاني؟ يا ام هاني. اهلين ابو هاني، شو جيت؟ لا والله ما اجيت، بدي نص ساعة لاجي. يوه انت الثاني شو بتحب الترتيب. جبت لك الاغراض كلياتهم اللي طلبتيهم. ايه بس ما تكون نسيت لي الكزبرة. لا لا ما نسيتها، موجودة هي والبصل الاخضر. وصابون الغسالة جبتهم ولا نسيته؟ نسيته، ما في خواص الا ما انسى. ما نسيت شيء الا الصابون، اعذريني، مو احلوني على التقاعد، خرفت. لا سلامتك، شو هالحكي اللي بلا طعمه؟ بعدين شو صار؟ ما صار شيء، مالي مستعجله عليه، بكره بتجيب لي دواء الغسيل. بس اللي ملاحظته انه الزريعه ما بتنساها ابدا، كانه اخذ شقفه من عقلك. اي والله يا ام هاني، انا بحب الزريعه كثير. ايه على عيني، ايه بس ما عاد في محل بالصالون، مشان الله. مشان الله حاجة تشتري وتزق لك الزايد أخو الناقص. ولا يهمك أم هاني، هالشقفة هي بالذات بدي أحطها على البلكون، بقى عاملينها دولة قهوة والحقيني على البلكون إذا بتريدي. ما بدي أنا أشرب قهوة، بدي لحق أطبخ. بتطبخي بعدين، شوفي وراكي، لا عندك لا ولدي نق ولا تلدي سق، البنات جوزناهن الله يسعدهن، وابننا هاني مسافر بالخليج، وانا مثل ما بتعرفيني ادمي، واخر شي بفكر فيه هو بطني. بقى لازم نتمتع بهالكم يوم الباقيين من حياتنا، لازم. تكرم عينك، امرك على راسي. لا العفو يا ستي، ويا تاج راسي انتي. الله يرضى عليكي، روحي ساوي لنا فنجانين قهوه هيك حتى نشربهم على رواق. ايه تكرم عينك. الله يكرمك. يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الورد قالوا عنه الورد الورد يا جماله، رسول العشاق بإيد المشتاق. يسلم لي هالصوت الحلو، إن شاء الله ما أعدمه يا حق. ولك راحت علينا أم هاني، صوتي عم يشح التشحيط والخنة كتراني عندي، ما كنت هيك قبل ما يحيلوني على التقاعد. إيه حاجتك حكي بلا طعمي. إيه والله كل مالك عم تجوهر وما في منك. يعني أدائي ما تقاعس ورجع لورا؟ بشو؟ بشو يعني؟ بالغنى. إيه لا ما تقاعس ولا صلوا شي، بس أنا السؤال اللي بدي أسألك يا هو التالي، هلأ أنت بدك تضل قاعد هيك بالبيت؟ شو بدي أحلى من هيك قاعدة يعني؟ أم هاني قدامي والنباتات على يميني وعلى شمالي. يعني أنا سعري بسعر الزريعة؟ لا ولو فشرت، أنت أحلى وردة بحياتي يا امتزال. إيه حاجة، حاجة تبربك علي حاجة. وليش لحتى بربك عليكي؟ ليش في إلي غيرك أنا في هذه الحياة؟ الله يطول بعمرك ويخلي لي اياك الهي. بتعرفي يا ام هاني، جاي على بالي دق على الجيران يلي بالابو واطلب منهم يعطوني شي عرق من الدالية يلي عندهم. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ شو نسيت انه جارنا ابو حسان بخيل وما بداوي اصبعت مجروح؟ لكن ما في غير اني ازرع هون عرصيف التراب يلي قدامنا كم شجرة، والله حرام يكون هالرصيف فاضي والله. ها اجا عمر. يعطيك العافية جدو، يعطيك العافية تيتي. أهلين عمار. أهلين جدو. طلع طلع جدو، لقلك طلع. لا معلش جدو، غير مرة، مستعجل شوي. لو مستعجل يعني؟ يعني مشتهي شوفك مرة واحدة وانت مالك مستعجل. لك شو هالجيل هاد يا أم هاني، تقولي معجون عجن بمية عفري. معلش جدو، غير مرة، تيتي بتسلم عليك أمي وبتقلك تعالي عندنا المسا ضروري، وأنا بمرق حوالي الساعة 8 باخدك. اتفقنا؟ اتفقنا تقبرني، ماشي الحال. يلا السلام عليكم. عمر عمر وينك؟ امور جدو. بكره مروق لعندي، بدي اياك ضروري كتير. ايمت يعني؟ يعني حوالي الساعه 9. ايه وجيب السياره معك، هذا اذا ما كان عندك شغل. ولو جدو، فضي حالك كرمالي،
فضي حالي كرمالك. لوين بدك تاخذه للصبي من على بكرة الصبح؟ بكرة بتعرفي مشوار ضروري كتير، لا تنسى ها الساعة 9، لا تجيني الساعة 11 بزعل منك. حاضر جدو، بس لوين مشوارك؟ بكرة بتعرف. على عيني جدو، يلا السلام عليكم. الله معك تقبرني، مع السلامة، سلم لي على أمك ها. مع السلامة جدو، عينك على حالك. لوين بدك تاخده العمار؟ شغلة صغيرة مو محرزة. يا وردي مين يشتري كل الحبيب يهديك، يهدي إليه الأمل والهوى والغزل. يا يا وردي.